صباح الخير يا أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم 17/3/2022، اليوم جيت للمحطة مال القطار، راح أروح بالقطار. طبعاً نزلنا يا أصدقائي من الباص، هذا هو أمامكم، وهسه راح نروح مرحبا بكم أصدقائي. طبعاً اليوم إحنا بالدوام بالشركة، وهسه نازل أنا بالمصعد، صار وقت الغداء. بس راح أشوف لكم من الشركة من الداخل وأغطيكم تغطية حلوة من الداخل الشركة والخارج. يلا يا أصدقائي خلينا نروح نشوفها. طبعا فتح الباب، هنا هذا المخرج، وهذا هو هذا الاستقبال مال الناس الموظفين. طبعا رايحين يتغدون. سيوس هاي بيست يا بدي يا اول سكول هو باستر انت جسن او ذا هاي جيتس از ايتس جيتس هم سو فوندو سبار فوتو لا وي هم فوتو لاف تو بتريب سات يا جماعه بس سام سي ابغى مثل رفع هنا تتبع انا صوت انت انترنشنال اوكي اوكي يو مال تايت بابا. وطبعا هاي هنا انا سلمت على الناس الموجودين، وهسه رايح اطلع برا اروح اتغدى. كل من طبعا اكو هنا مطعم للغدا موجود، راح اشوف لكم مع مال سايد. المطعم اللي هو موجود هو هذا هنا، راح اشوف لكم اياه مال الغدا. طبعا كنت احكي وسلمت على شخص تعرفه في الشركه. طبعا البنايه هاي هي امامكم، هذه هي البناية، كبير كلش عملاقة، مدينة كاملة طبعا. وهسه راح اشوف لكم انه المطعم ايضا الخارج للموظفين، بس هنا مو الاكل مو دائما يكون مجاني حسب المنيو، بس المنيو رخيص جدا. الاكل التوب فايف، يعني اعلى شيء عندنا، يعني الكواليتي مال الاكل كلش ممتاز، يعني يكون سعره غالي جدا بالمطاعم الاعتيادية. طبعا هذا الجراج، واكو جراج لاف بناية، انا سيارتي راكنها بالبناية الثانية. طبعا اكو ايضا جراج داخلي مثل ما تلاحظون. هذا شكل البناية من الخارج الرئيسي، هاي شركة انترناشنال، هاي هنا للضيوف البارك. طبعا هذا امامكم المطعم اللي تشوفوه. طبعا انا ما راح ادخل لانه انا ما موصي، عادة نتوصي. سعر المنيو هنا بثلاثة يورو، ارخص شيء لانه احنا موظفين المطعم، موظفين المطعم شنو، موظفين الشركة، وهذا هو المطعم للشركة. وبنفس الوقت انه بالليل يصير مطعم للناس وللزبائن اللي يجون. هذا هو شكله من الخارج طبعا، وفي مدخل، ومثل ما تلاحظون دول كلهم موظفين. اما اني وين اروح؟ انا اروح عادة الى هذا الاسواق، اشتري من الاسواق. مرات بعض الاحيان اطلب واحجز اكل. هذا هنا البوابة اللي هو الجراج، اذا تلاحظ امامك هذا هو الجراج، وهذا ايضا مطعم خارجي. اذا تلاحظون المصطبات اشوف لكم اياها، طبعا شيء جميل. هذا المطعم يسع 500 موظف، يدخل ياخذ الميز مال الاكل ومال الطعام. تشوفون الممر شلون نظيف ومرتب. ذاك هو البعيد، هو الجراج مال السيارات. زين، انا هسه ايش راح اسوي؟ راح اروح للسوبر ماركت اشتري بعض الاكل البسيط، يعني لانه انا مو موصي بالانترنت. بالانترنت عندنا قائمه منيو، كل موظف يوصي مثلا شنو الاكل اللي راح يطلبها، بحيث من يجي يلقى اسمه موجود كامل على المنيو، ياخذ الصينيه مالته ويقعد ياكل. يعني اقل منيو سعره 3 يورو، يعني كل الاسعار ثابته طبعا. وهسه حاليا رايح اني لهذا السوبر ماركت. طبعا احنا ممنوع انه الموظفين مال الشركه شوفوها من الخارج، شوفوا ايش كبرها. ممنوع احنا انه نركن يم الاسواق، بالرغم انه هو يم الاسواق مجاني ايضا، لكن الشركه هنا حددت لنا انه البارك مالتها ايضا من خلال الكارت التعريفي اللي هو هذا امامكم، اللي هو هذا. هذا هو الكارت التعريفي، نقدر ندخل به للبناية مال الشركة، للجراج، تفتح لنا كل البوابات، وايضا بلوكال. بس انه ما يسمح لنا نركن هنا بالاسواق، لانه شركة يعني انترناشنال، عالمية، لها سمعة، ولازم نلتزم بالقوانين اللي فرضتها علينا. هالسنة راح تحتفل بالمئة عام. طبعا هسه خلينا نروح ندخل
نشتري لنا بعض الاكلات ونرجع وياكم يا اصدقائي. راح اشوف لكم كيفيه ان الطريق الواحد شلون يروح ويجي، شلون اجي انا من بيتنا شلون ارجع. اوكي زين، انا هنا ايش راح اشتري عاده من ما احصل اكل؟ اشوفون راح اشتري بعض المعجنات، اشوف لكم اياها. هاي بعض المعجنات اخذ وياي، فد معجنه، ويحتاج وياي حليب ايضا اخذ. خلينا ناخذ هاي القطعه بالجبن وحده ايضا ناكلها، او ناخذ خبزه سمراء، او هاي بيتزا. خلينا نقرا هاي البيتزا شنو شبيها، وما بيها خنزير. مشكوك بامرها البيتزا، يفضل انه ناخذ هاي القطعه بالجبنه. خلينا ناخذ ثم تلاحظون امامكم كيسة بالعلاقة، قطعة واحدة كافية، وعصير. ناخذ عصير هسه، انا اخذت ثاني هاي امامكم، وهسه راح ناخذ عصير ايضا. هذا هو ايضا عصير. وخل اشتري حليب، حليب من البراد الاخر، احتاج حليب اخليه بالدوام خاطر من اشرب القهوة احتاج الى حليب حتى ما اشربها سادة. طبعا بداخل الشركة مجبورين ان نلبس الماسك حتى نتنقل من طابق الى طابق اخر، بس لكن عندما نقعد بمكاننا يعني مكتب العمل مالتنا ما راح يحتاج انه البس الماسك، بس هاي على مود يعني الوقاية، لانه صارنا زمان قاعدين بالهوم اوفيس. راح افر الكاميرا ايضا مثل ما تلاحظون، هذا الباص اجى هسه حاليا عن طريق الباص اروح للمحطة مال القطار امامكم اذا تشوفوه، ومن المحطة مال القطار اروح بيها للمدينة اللي انا عايش بيها، وبعدها راح اشتغل او راح استخدم سيارتي. هاي هي المحطة ايضا مال الباص، هذا الباص اللي انا اروح واجي بيه. راح اشوف لكم اياه ايضا تصوير ان شاء الله باكر ايضا من الصبح شلون اصعد بالقطار، وهاي اجي هنا انا انزل انتظر الترافيك لايت يفتح، ووراها راح اعبر للشارع. اذا كانت البوابه مسدوده فمن خلال الكارت اللي انا حامله افتح البيبان. فهسه امامكم راح اعبر هاي الشركه امامكم، تقريبا تاسست 1922، مختصه بصنع اجهزه مقاييس طبيه. دانكشن طبلا ماتنكس. طبعا وقعت القوطية، بس هسه رجعناها ضميناها بالجيب. هسه نروح نفر الكاميرا وندخل وياكم. انتظرها تفتر تفتر، وهسه حاليا راح ندخل وراح اشوف لكم انه شلون افتح البوابات. اذا في حالة هنا أنا كانت بالبوابة جلوب احمر فمعناته لازم افتحها بالكارت، يعني اخلي الكارت هيك. هاي الدخول هنا، هذا الاستقبال هنا، وهاي هنا بعد ما دخلنا الاستقبال من هنا ندخل للبناية مالتنا مالتايت هاي. وبعدها هسه هنا هسه نسدد الباب حتى افتح الباب. طبعا مثل ما تلاحظون صعدنا بالمصعد مرة الله، دسنا رقم 4 وراح اصعد بالمصعد يا اصدقائي. جبت المسواك وراح اروح اشوف لكم انه اذا وصلت مثلا للطابق الرابع عاد اسجل دخول انه انا رجعت يعني للدوام، هي من خلال هذا الجهاز امامكم بها الاخضر يعني دخول، والاحمر يعني خروج، والاصفر تشوف عدد الساعات مالتك. هذا تضغط هنا على علامة الاستفهام واحط الكارتة، راح اشوف ايش قد عدد الساعات اللي اشتغلت بيها. وهنا راح اقدر اكل بالمطبخ، وبهذا الممر بنهايته المكتب مالي. فهسه راح اروح اتغدى وبعدين ارجع لكم يا اصدقائي. طبعا حاليا يا اصدقائي انتهى الدوام تقريبا الساعة 3:30 او 4 حدود،
وهسه رايح اشوف لكم المدينه مال الشركه والمخرج والكراج اللي راح اروح له. طبعا هسه هاي هنا بهذا الشكل يا اصدقائي. هاي بنايه ثانيه ايضا. هاي شوفوها مدينه كامله مسيده كلها تابعه للشركه. هاي تنقلون الغراض طبعا. اكو مكان للبايسكلات. هذا المعمل ايضا امامكم. هذا المجمع الاخر طبعا ايضا بي ملعب مطوبه وبي مسبح وبي ساونا وبي مكان مال مشروبات وكافتيريا. هاي الطياره الفوق مطار قريب خلينا نشوفها من هنا. راح تفوت طياره شوفوها وين تفوت وما تفوت تفوت ما تفوت يا فاتت فاتت. طبعا وهاي من هنا المخرج. هذا المطعم هاي روضة ايضا للموظفين اللي عندهم اطفال وما يقدرون يعوفوهم لوحدهم يقدرون يجيبوهم للروضة هنا. شركة يعني مسوي روضة للناس العوائل اللي عندهم اطفال ويجون يداومون هنا. طبعا هذا من هنا المخرج. وهاي الصبح اذا ردنا نجي راح تكون هم من مغلوقة ولازم بالكارت. هسه راح نروح نطلع نروح للجراج وكله عن طريق هذا الكارت الشخصي اللي عندك. هذا هو المطعم اللي يصير به الغداء والعشاء والريوق بس بأجور بسيطة يعني مو غالي كلش حاله حال بقية المطاعم. لكن بالليل بعد ما ينغلق الشركة الموظفين يروحون لبيتهم يصبح مطعم للناس العاديين يجون بيكون السعر أغلى شوية. هذا أمامكم هو الجراج رايحاني إليه. ومن بعدها طبعا جراج يشيل تقريبا 500 سيارة. وهذا اللي عنده سيارات كهربائية الشركة حاطة أيضا شواحن. فمدينة أثرية وحلوة يعني مدينة أثرية شنو مدينة عالمية. وطبعا هاي البارك مال بايسكلات. هاي البوابة مال الجراج. هسه راح نروح ناخذ السيارة ونطلع. زين يعني باكر ان شاء الله راح اجي بالقطار راح اشوف لكم الطريق شلون اجي من بالقطار الى الشركة. فنشوفكم على خير. اليوم كان 16/3/2022. اخوكم عبد الرحمن مع السلامة. صباح الخير يا اصدقائي اسعد الله اوقاتكم. اليوم 17/3/2022. اليوم جيت للمحطة مال القطار راح اروح بالقطار للدوام. بس يحتاج اشتري من تيكت من المكتب لانه تعرفون صار زمان اني ما مستخدم القطار والتيكت وشوي لين اصرف لان سعر الديزل صار غالي. فراح اشتري التيكت سنوي ان شاء الله اليوم سعره 600 يورو لمدة سنة افتر بكل المحافظة. تعالوا خلينا نشوف لكم من وين نشتري التيكت. طبعا التيكت كله ديجيتال يعني ما يحتاج مكتب. هو هذا المكتب صراحة بس معزل قطار واقف طبعا. لكن اشتري من هنا طريق هذا الجهاز الالكتروني. اذا كان معزل احتاج بس اكتب كراس وراح اقول له فايتر يعني نيكست وانه راح اخذ قطار اللي هو هذا السريع. هو صاير بتسعة يورو غالي يا سلام. اوكي كله توت سالونك مزيديه بسبب سعر الديزل مصعدي. طبعا هنا يحتاج انه اخلي الكارت مالتي واشتري التيكت وارجع لكم يا اصدقائي. طبعا الماكينه بدات هسه تطبع وطبعت التيكت حاليا واجي استلم التيكت من تحت. ناخذ التيكت ونصعد بالقطار. هذا هو القطار منتظر. اوكي يتحرك بعد 20 دقيقة. تحياتي لكم. طبعا ناخذ جولة على القطارات احتمال راح يحرك. صار جراس خطا هو
هو هذا هو 54 هو هذا القطار. حتى نتأكد نشوف الجدول 6 و 34 هذا هو هذا القطار. فشوف هذا مو هذا القطار، هذا يحرك بال 55 مو هذا القطار. خلينا نتأكد نشوفه بال يعني شفت القطار يطلع ساعة بال 35 اللي هو على الصفحة الثانية، مو هذا القطار طبعا. يعني لو صعد بهذا القطار كان غلطت أنا، يعني هذا يطلع 56، لازم أروح على الصفحة الثانية، على الصفحة الثانية اللي هو بال 35. زين إذا تشوفون بالشاشة هذا التيكت صراحة اشتريته أمامكم، وهسه لازم أروح على الصفحة الثانية يا أصدقائي. فيلا نصعد بالقطار ونشوف لكم الحياة والمسيرة شلون أروح بيها للدوام يوميا، أرخص وأصرف طبعا، لأنه هنا أنا راح أختصر وقت إلي وأسرع طبعا. ماشي، هذا جزء بسيط اليوم من المحطة مال القطار، وبعد شوية راح نصعد القطار وراها نصعد باص ونوصل للشركة بشكل أسرع. شوفكم يا أصدقائي. طبعا يا أصدقائي هنا نزلنا من الدرج وصعدنا، لأنه أكو نفق جوا هاي السكة أمامكم، خطر نعبر على هذا المدرج الثاني. هسه راح يجي القطار. طبعا هذا القطار الثاني اللي يروح، مو هذا وقته اللي هو راح يجي على هذا السكة. مثل ما تشوفون العالم ماكو وجهة تنتظر، راح نصعد من خلال هذا القطار ونروح للدوام مالتنا. طبعا اذا انت جوعان بامكانك انه تشتري مثل انه هنا يشترون، وهنا تباع الوقت ايضا. نشوفه صحيح انه هذا الوقت راح يروح، اذا مكتوب بال 35. طبعا هذا مدرج اخر ايضا، وهسه الساعة بال 5:34 او حصل 35. طبعا هنا القطارات بالمضبوط تجي بالوقت، يعني ما تتأخر. شوف القطار ايش قد حلو جميل ونظيف ومرتب على الطاقة الكهربائية، وهذا هو يعطي اجه. راح نشوفه شلون راح يفوت من يمنه، راح يوقف بمكان مثل ما تلاحظون امامكم. نصعد هسه حاليا، طبعا ورا راح نغلق لانه ما يصير نصور داخل القطار. هم ونقعد. هسه انا حاليا بالقطار صعدت ورايحين هسه للشركة، راح يحرك بابا. حرك هذا القطار ورايحين هسه للدوام، وهكذا تبدي حياتي اصدقائي. اشوفكم بالمرحلة القادمة من ننزل من المحطة ونصعد باص. هنا الناس كلهم نايمين، لازم يكون هادئين، قطار نظيف. كلش نظيف ومرتب. اذا يا اصدقائي نشوفكم على خير من ننزل من المحطة. طبعا وصلنا يا اصدقائي الان الى المحطة ساعة تقريبا ب6:12. حاليا هسه راح نصعد بباص اخر يودينا للشركة. في الباص وين هذولك الشباب واقفين، لازم اعبر الشارع. هاي هنا محطة مع الباصات، تصير اسفل محطة مع القطار، خاطر ما تتعب ولا تدوخ. فهنا انا راح اعبر الشارع لان مسموح لنا ما بسيارة، وهنا راح نقرا باص 32 يجي الى ودينا الى الشركة بعد تقريبا 3 دقائق، موجودة بالشاشة. طبعا هاي هنا الناس كلهم بالمحطة مثل ما تلاحظون، هاي محطة صغيرة وفوق هي المحطة مال القطار. طبعا لازم اروح بهذا الاتجاه اللي يجي بيه باصات واروح بيه الى الشركة. فهذا السلسلة اسهل واسرع من ما انه انا اسوق بالسيارة واصرف وارخص. ليش؟ لانه هنا انا ادفع بالشهر 45 يورو على التيكت،
أروح بكل الشهر، أما إذا أريد أروح بالسيارة فيحتاج كل ما كل أسبوع تقريبا 100 يورو بس أترس ديزل وأروح بي وأجيبي لأن مسافة بعيدة. فكل الناس تجي تستخدم الباصات والقطارات، فأرخص شيء عندنا هي القطارات والباصات هنا في مدينة شتايرمارك، فراح يأخذون من عندكم بالشهر 49 يورو، يعني 50 يورو، والشهر كله أنت مستمتع به، تروح بالقطار وبالباص وبسرعة. بس العيب بي إن شوية تنتظر، يعني تصرف وقت شوية تنتظر. أما تقدر تستغل بالباص أو بالقطار، شوية تقرأ شوية تعمل وهكذا يا أصدقائي. بس احنا ننتظر يجي الباص ونصعد ونروح. طبعا نزلنا يا أصدقائي من الباص، هذا هو أمامكم، وهسه راح نروح للشركة. طبعا راح نحاول نستعجل إذا لحقنا، ما لحقنا فهنا لازم ننتظر الإشارة المرور تصير خضراء. هاي أمامكم هي الشركة، ونزلنا وهسه تقريبا الساعة 6:30. فبهذا الطريقة راح دائما نجي يوميا إلى الشركة يا أصدقائي. أتمنى استفدتوا من هذا الفيديو، وتحطوا لنا اللايك والكومنت والديسكريبشن والسبسكرايب يا أصدقائي. أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة. مع السلامة، أخوكم عبد الرحمن.